طيب اهلا وسهلا فيكم بنات في محاضرتنا الثانيه من برمجه ثلاثه. اليوم زي ما انتم شايفين على السلايد حنبدا بمراجعه، طبعا نتكلم عن مراجعه، حنغطي في المراجعه اليوم ومحاضره الاربعاء ان شاء الله تبارك وتعالى، وبنبلش في الماده بشكل فعلي يوم السبت. طيب لما بتكلم على المراجعه بدنا نمر بشكل سريع ليش الجافا من لغات البرمجه القويه والمعتمده في معظم الاماكن. طبعا متفقين سيمبل كلغه سهله واسهل من السي بلس بلس او السي، اوبجكت اورينتد مثلها مثل السي، ديستريبيوتد تخدم النظم الموزعه وبتقدر تشتغل على اكثر من بروتوكول وبتقدر تشتغل على ديستريبيوتد سيستم او ما شابه، روبست قويه بمعنى اخر انه دائما بتشتغل على الاوبتمايزيشن، تعمل جاربج كولكشن من الميموري، بتعمل دروب لاي ان يوز داتا اي ان يوز اوبجكت، وبالتالي بتحافظ على انه البرنامج شغال لاطول فتره ممكنه، سكيور امنه، اركتكتشرال نيورال بمعنى اخر انها ممكن بلاتفورم اندبندنت او بنسميها بورتابل انتربريتد، تخدم او بتتمد تستخدميها ككومبايلر وكانتربريتر حسب ايش السيتنجز اللي انت بدك اياها. وهان بدنا نذكر او بدنا نراجع بشكل سريع الفرق ما بين الكومبايلر والانتربريتر. حد بيقدر يفرق لي بينهم؟ تفضلي. مية المية. الآن إحنا بنقول إنه الكومبايلر والإنتربريتر هي عبارة عن مترجمات. تنسيش أنت بتكتبي بالجافا بتروح بتقول له system dot out dot print أو print line، بتحطوا له بتحلوا الأقواس علامات تنصيص والسيمي كولون. لو أنا سألتك الحروف هذه اللي أنت طبعتيها هي عبارة عن human characters، يعني الحروف مستخدمة للبشر. فالآن إحنا كتبنا بالجافا بالشكل هذا، طب عشان يفهمها الكمبيوتر بدنا اياها تترجم لزيرو وواحد عشان يقدر الكمبيوتر يفهمها. فبتيجي الكومبايلر والانتربريتر كمترجمات للغه، كمترجمات للغه. ايش اللي حيصير؟ بدنا نفهم في البدايه عمليه الترجمه هذه كيف بتتم، وحنعرج مره ثانيه على الكومبايلر والانتربريتر. لاحظي طول ما انت بتكتبي الكود او الكومبايلر او الاي دي اي اللي انت بتستخدميه ما بدكيش ايرور صح او خطا. بمجرد تحط سبيس بعد الكلمة وهو المين ديليمتر في الفاصل ما بين الكلمات، بروح بدور هل الكلمة هذه زي كلمة سيستم اللي أنا كتبتها هن خلصتها وحطيت دوت، معناته أنا بقول إن كلمة سيستم هذه انتهت أو حطيت سبيس. الآن حيروح الاي دي إيش روح يساوي؟ يروح يدور هل كلمة سيستم هذه بري ديفاين، هل تم تعريفها مسبقا، سواء كانت في داخل البرنامج مثل لما أنا باجي بقول له انتجر سيستم او سيس ايكوال واحد مثلا، هل تم تعريفها في البرنامج ولا هل هي من الكلمات المحجوزه المعرفه في البرنامج مسبقا او بالجافا اللي عندي. فبروح بدور هل الكلمه هاد ديفايند، اذا هي ديفايند بروح بيبني عليها ايش لازم يكون وراها، ديفايند از وات، هان سيستم معرفه از كلاس دوت، ايش بده يجي وراها، بده يجي وراها ميثود او بده يجي وراها سب كلاس دوت، ايش بده يساوي، ايش الميثودز المتاحه، وهكذا. وبالتالي هذه العملية احنا بنسميها عملية البارسينج. بعد ما بروح بفحص السنتاكس صح 100% ما فيش فيه اخطاء، يعني مكتوب ضمن الرولز اللي وضعوها الناس اللي صممت الجافا، بروح بدأ دور التحويل من readable language او readable code لماشين كود المسؤول عنه اما كومبايلر او انتربريتر. الان احنا بنعرف اهم رول بالجافا او واحده من الرول في كتابه الجافا انه كل ستيتمنت لازم تنتهي سيمي كولون. الان السيمي كولون هذه بتقول انا خلصت الجمله. الانتربريتر بيشتغل على البرنامج تبعك بالجافا جمله جمله، يعني وين السيمي كولون بتقف بلاقي السيمي كولون بياخذ كل اللي قبلها وبتعامل معاه از وان بلوك. بفحص السنتاكس تبعه، السنتاكس صحيح بروح بحوله لغوات الاله وبعمل اكسكيوشن له. بينما الكومبايلر بده يمر على كل ستيتمنت، كل الكود من الالف الى الياء، من السطر رقم 0 او السطر رقم 1 لنهايه اخر سطر، ويتاكد انه السنتاكس تبعه صحيح 100% قبل ما يبدا يحوله لمين؟
للغة آلة. وبالتالي هذا الفرق الأساسي ما بين التنين. هاي بيرفورمانس، طبعا احنا بما انه الجافا تشتغل على موضوع الاوبتمايزيشن، ممكن تشتغل على موضوع الانتربريتر، معناته ممكن تكون اسرع من غيرها او من لغات ثانيه في الاكسكيوشن. مالتي ثريدنج، الان احنا كلنا بنعرف انه البرنامج تبعنا باي لغه بنكتبه لحتى اللحظه كان هو عباره عن سيكوينشال فلو، من اول سطر في الكود لنهايه سطر اخر سطر بيضل يشتغل ستيتمنت باي ستيتمنت، مظبوط ولا لا؟ الان بالمالتي ثريدنج انا بقدر اعمل كونكرنت اكسكيوشن لبعض التاسك في داخل البرنامج تبعي، وهذه واحده من الشغلات اللي حنغطيها ان شاء الله خلال المساق اللي عندي. الدايناميك او الدايناميسيتي الخاصه بالجافا، الان حجم اللايبراريز اللي تطور بالجافا كبير جدا، ولو دورتي في مجالات مختلفه يعني اهتمامك في الاي اي حتلاقي مكتبات جاهزه بالجافا، بس ما عليك الا تستدعيها او تشتغل عليها. وإذا قلت لك كمان معظمها هتلاقيها open source، بمعنى آخر بتقدر تشوف الكود الأصلي تبع اللايبراري هذه، وإذا عندك أي تعديل عليه بتقدر تشتغل عليه. وهذا طبعا بيخدمنا أو بدي خلينا نقول بساعد على انتشار الجافا، لغة الجافا بشكل كبير ما بين الناس. من الـ APIs اللي موجودة عندي هان، هذه مجموعة من اللايبراريز، أنا هتكلم على السوينج اللي هستخدمها في التصميم الجرافيكال يوزر انترفيس اللي في خلال الكورس عندي هم. الجافا داتابيز كونكتيفيتي الجي دي بي سي لايبراري موجوده من اجل ربط برنامج الجافا تبعك باي قاعده بيانات ممكنه، اوراكل، ماي اس كيو ال، اس كيو ال سيرفر، اكسس، اي قاعده بيانات هتلاقي لها. بس طبعا في ملف لازم عندي بروفايدر تبع الداتابيز نجيب من عنده ملف معين. الار ام اي والكوربا بدعموا الديستريبيوتد سيستم. الميديا الان في الويكا والجيت بدعموني في التكست مايننج، في الداتا مايننج، الويكي على الداتا مايننج بشكل عام، والجيت على التكست مايننج، الاباتشي سبارك على الديستريبيوتد سيستم او الهدوب التكنيك اللي موجوده حاليا. وبالتالي الجافا فعليا تقدر تخدمني في مجالات عده مع بلاتفورم اندبندنت، معناته انا بقدر اشتغل برنامجي على اي بلاتفورم ولاي دومين انا ممكن استخدمه. طيب بعد الكلام النظري اللي خلينا نقول اللي بمجد بالجافا، نروح باتجاه بعض الكود اللي بهمنا. حنبدا في موضوع الكومنتس. كم نوع من الكومنتس موجود عندي انا؟ ثلاثة، اللي هم طيب الان انت على مستواك كبروجرامر في عندك اثنين فقط، على مستواك كبروجرامر في عندك اثنين، اللي هو في الانلاين او اللاين كومنت اللي انا بستخدم فيه دبل كوتيشن او دبل كولون الدبل فورورد سلاش، وهذه من كتابتها الى نهايه السطر بصير كله ايش كومنتس. مفهوم الكومنتس انه انا بقول للكومبايلر او الانتربتر هذا الكود مش الك، هذا الكود الك كبروجرامر، فانت مش لازم تطلع عليه او ما تحاولش تترجم ولا لغه الاله لانه حيديني سنتاكس ايرور. النوع الثاني لما انا بستخدم البلوك واللي هو الفورورد سلاش نجمه فورورد سلاش نجمه الثانيه، يعني على سبيل المثال لما احنا بنروح هان، لما احنا بنروح هنا على الاكليبس، بمجرد ان عملت كلاس تمام جهزته على جهازي، وهي عملت ريموت ديسكتوب عشان لو بدنا نجرب شغله مباشر، راح قال لي استخدم الانلاين كومنت. لاحظي اذا انا كتبت اي كود هان هيحاسبني عليه، بينما بعض الدبل فورورد سلاش لا. وبالتالي عندك الكومنتس انت بتتحرك فيه زي ما بدك. بعد الكومنتس خلينا نراجع مع بعض البريماتيف داتا تايبس. انا في عندي خطا بس خطا اثناء الكتابه، انه هان بايت سمول لتر كنترول زي شورت سمول لتر والاي واللونج هيك تمام.
الداتا اللي عندي البريمتيف داتا تايب عندي 8 بريمتيف داتا تايب 8. وحسب ما احنا بنتعامل في حياتنا بتعامل مع اعداد صحيحه، اعداد حقيقيه اللي فيها الفاصله العشريه، وبتعامل مع التكست، وبتعامل مع البوليان فاليو او اللوجيكال فاليو. الان الانتجر بتتقسم لاربع انواع: بايت، شورت، انت، ولونج. احنا للاسف غالبا لو بدي اتريتور على لوب ايش بروح بسوي؟ بقول له انتجر اي ايكوال 1 بدون ما انا اراعي قديش حجم الاتريتور اللي انا بدي اياه وليش انا بدي استخدمه وكم مره اللوب بدها تشتغل. تعال نشوف وين هذا الكلام. طبعا هذا الكلام بيفرق معي في الاوبتمايزيشن، قديش البرنامج تبعي لايت او قديش بيستهلكش او قديش بيستهلك ريسورسز من الجهاز رام وسي بي يو. تعال نشوف البايت حجمها 1 بايت، واحنا بنعرف انه الواحد بايت يساوي 8 بيتس. يعني لما انا بقول 2 اس 8 قديش؟ 256 صح؟ 256 هيهم من سالب 128 ل 127. يعني انا فعليا لو انا لو عرفته بايت انا بتكلم على 256 اتريتور. انهي لوب انت بتعمليها فور كذا؟ تمام. الان الانتجر 4 بايت، يعني 2 اس 4 ضرب 8 2 اس 32، فبتديني 2 ملي حوالي 5 مليار رقم، اللي هي هيهم هي الرينج اللي موجود عندي هان. وهكذا. وبالتالي المفروض اذا انا بدي اتكلم على اوبتمايزيشن للبرنامج تبعي ابدا اراعي. ما تقولي ليش يا استاذ شو يعني فاريبل اخذ 4 بايت من الذاكره وهي 8 جيجا؟ ما قلت ليش له هو اخذ 4 كيلو ولا اخذ 4 جيجا ممكن الرام عندي او 8 جيجا؟ بالتالي 4 بايت ولا حاجه. هي الفكره صحيح اذا انا بدي انظرها من المنظور اللي انت بتتكلم عليه فقط كلام صحيح 100%، لكن 4 بايت هان و4 بايت في مكان ثاني و7 بايت هناك سبعة هنا. فهنا الآن تبدأ الأعداد البايتس الضائعة أو الغير مستغلة اللي تحجزيها بتتضخم، وبالتالي بصير في عندك مشكلة في برنامجك. فإحنا المفروض نراعي إيش الداتا تايب اللي إحنا بدنا نستخدمها. بالإضافة للداتا تايبس في عندي مجموعة من الأوبريتورز، الأريثماتيك أوبريتورز، جمع وطرح وضرب وقسمة وموديلس وإنكريمنت وديكريمنت، نعرفهم كلهم صح؟ ريليشنال اوبريتر ليش انا بستخدمهم؟ عشان اعمل مقارنات. للمقارنات ايكوال، يعني بين قوسين از ايكوال، نوت از نوت ايكوال، جريتر ذان، ليس ذان، الى اخره. البيت توايس اوبريتر المفروض انا قدمت هذه عنها، مش مشكله. الان انا في عندي الاند وفي عندي البيت توايس اند. في اللوجيكال اوبريتر كلوجيكال اوبريتر انا في عندي الاند وفي عندي الاور. خلينا نتكلم على هذول التنتين فقط عشان نوضح مفهوم البيت وايز. الان ايش بتقول لي؟ لازم يكون التو اوبرانت ترو عشان يتحقق اوتبوت او الكونديشن العام ترو، بينما الاور بتقول لي واحد منهم على الاقل يكفي يكون ترو عشان يكون الاوتبوت ترو. الان مع الاند والاور ايش بيشتغل؟ بيساوي كالتالي: لو اجى بالاند ولقى الفيرست اوبراند ترو بروح بده يفحص الاوبراند الثاني، لكن لو لقاه فولس خلاص بحسم الامر بقول فولس. تمام؟ بالترو. والان بالاور لو لقى الاوبراند ترو بقول لي ترو، لو لقى الاوبراند الاول ترو فبقول لي ترو الاوتبوت، لو لقاه فولس بده يروح يفحص او يقارن مع الثاني عشان ياخذ ديسيجن. في البيت وايز ما بهمهوش ايش قيمه الاوبرانت الاول، البيت وايز حيحول لي اياهم لمجموعه من البيت ويقارن كل بيت مع البيت المقابل له لحد ما يلاقي صارت فولس بياخذ ديسيجن على الموضوع. بمعنى اخر لازم المقارنه تتم بين التو اوبرانز اللي موجودين عندها. هذا الفرق الاساسي ما بين اللوجيكال اوبريتر
الاند والاور والبيت وايز اللي هي اند اور والشغلات الثانيه اللي ممكن احنا نشوفها. في عندي الاساينمنت اوبريتر. من الاساينمنت اوبريتر احنا غالبا بنستخدمها وبنستخدم واحد منهم. لما باجي بقول له انا عندي انتجر اكس بدها تساوي 7 ورحت قلت له اكس بلس ايكوال 7، قديش قيمه الاكس الان؟ قيمه الاكس 14. ليش؟ لانه انا هذه الترانسليشن تبعتها كانت عباره عن اكس بدها تساوي اكس زائد 7، اكس تساوي اكس زائد 7. وطبعا نفس الاوبرند هذا ممكن انا اطبقه مع كل العناصر الموجوده. بما انه في عندي مالتيبل اوبرند تمام، حتدخل عندي موضوع البريسيدنس، الاولويات تبعيه الاوبريترز اللي عندي عفوا. طالما في عندي اكثر من اوبريتر دخل تدخل عندي الاولويات. ودائما كانوا يعلمونا اياها من الابتدائي بشكل بسيط، الاولويه للاقواس، بعدين ضرب وقسمه، بعدين جمع وطرح، مزبوط ولا لا؟ الان ايش اللي اختلف عندنا الان؟ انه في ممكن لو اجتمعت الضرب والقسمه لحالهم المساله كلها اكس ضرب واي تقسيم زد ضرب واي او ضرب 2، ايش الحل هذا؟ عادي اشتغل من اليسار لليمين، ما فيش مشكله. ليش؟ لانه الان المعادلات هذه او الاوبرند الاوبريتورز هذول من نفس المستوى. طبعا اذا حبيت ترجعي ارجع للسلايد مره ثانيه عشان تستني. طبعا بالجافا او بالبرمجه ظهرت عندنا احنا كنا بنقول اقواس، خلينا نرجعهم مع بعض، ضرب وقسمه وموديلس جمع وطرح، وصار في عندي اللي يساوي. اللي يساوي هذه اللي هي الاساينمنت خلتني صارت في عندي increment plus plus minus minus prefix و increment او decrement postfix. احنا بنعرف لما انا باجي بقول x بتساوي 7 x plus plus، انا قلت له اطبع لي برنت x plus plus، ايش حيطبع هان؟ حيطبع 7. بينما لو انا هان قلت له برنت بلس بلس اكس، الاولويه لمين؟ للجامع. معناته حيطبع لي هان 8. ممتاز، معناته احنا لحتى الان امورنا ماشيه تمام. الاريز المصفوفات عشان اتعامل مع عناصر او اعرف اكثر او اخزن اتعامل مع اكثر من قيمه في ون variable أو one object one variable. الآن بالتالي الأري هي عبارة عن data structure، تركيب من البيانات، بحيث أنه أخزن مجموعة من القيم من نفس النوع integer double character boolean حتى من object oriented زي ما حنشوف لاحقا. الطريقة التقليدية جدا لتعريف المصفوفة بقول له integer واسم الأري وحط الأقواس المربعة new integer كذا. وطبعا في عندي التعريف الثاني هذا برضو، ان احط الاقواس مع الداتا تايب، والتنين صح بالمناسبه، هذه بالتعريف بالشكل هذا والتعريف بالشكل هذا، ما فيش فرق بينهم مطلقا. لكن في كل الاحوال انا لازم احدد حجم الاري تبعتي. الاري مشكلتها انه لازم احدد لها حجم وحجم ثابت تمام. لكن لاحظوا في التعريف الثاني هذا اللي هان ما عرفتش السايز ولا عرفته؟ ايوه، تم تحديد الحجم بناء على القيم المدخله. تم تحديد الحجم على القيم المدخله. ودير بالك، وزي ما انت بتعرفي مشكله الاري دائما بالسايز، انه ليميتد سايز، حجم الحجز اللي انا بطلبه محدود. اما بتضل في عندي فائض بقدرش اتخلص منه، او بصير في عندي شورتيج او في عندي قصور وبقدرش اضيف عليها عناصر. عشان هيك اجت بعد هيك الليست حلتني او حلت المشكله تبعت الاري، وصار الاعتماد على الليست اكبر من الاري في التو دايمين. طيب اخر شغله بدي اياها هان في موضوع السنجل اري، المصفوفه هذه اللي انا بعرفها بالشكل هذا بتمثل صف ولا عمود؟ صف ولا عمود؟
صف سميتيها صف سميتيها عمود مش فارقه كثير معانا، احنا بنسميها لينير او وان دايمنشن اري، سواء كانت بشكل افقي او بشكل عمودي. وان كان الصف هو السمه الغالبه او هي السمه الادق، لانه لما بعرف المصفوفه بالشكل هذا تو دايمنشنال اريز ايش عماله هذا الصف القوس الاول للصفوف والثاني للكولومز، وبالتالي لما انا بعرف هيك وكاني قاعد بعرف رو، وهي فعليا احنا غالبا بنقول لك رو فيكتور، بسمي لنا اياها رو فيكتور. طيب لما انا بحتاج اتعامل مع مصفوفه من تو دايمنشنال اري، غالبا انا بحتاج لتو لوبس عشان اقدر امر على كل العناصر اللي موجوده. تقريبا البريماتيف داتا تايب خلصنا منها، لكن السترينج على الرغم من ان بستخدمها باستمرار، سترينج مش سترينجز، يلا بسيطه برضو هي بدها تعديل. السترينج اللي موجود عندي هان هو فعليا على ريفرنس داتا تايب، لانه احنا شفنا في الجدول في البريماتيف التكست كان بتمثلها كاركتر كاركتر، وبالتالي هذه عباره عن بريماتيف او عفوا هذه ريفر سترينج هي عباره عن ريفرنس داتا تايب، بقدر اخزن فيها اري اوف كاركتر امبلست اري اوف كاركتر حسب الحجم. وبان هي ريفرنس معناته انا في عندي مجموعه من الفانكشنز اللينث والكاركتر ات والسبسترينج والكونكاتينيشن والسبلت والايكوال والاندكس اوف والستارت والاند وذ، هنشوفهم بعدين لما نتكلم مع السترينج. تمام، بعد هيك في برنامجنا بعد ما عرفنا الداتا تايبس والفاريبلز صار ظهرت عندي مين الكنترول فلو. احنا بنتكلم على سيكوينشال فلو، لكن ممكن اتحكم فيه انفذ هذا او انفذ هذا، لكن ما بنقدرش انفذ الاثنين مع بعض. الاف ستيتمنت ابسط صوره للاف ستيتمنت، اف الكونديشن وبلوك او ستيتمنت وسيمي كولون، مظبوط ولا لا؟ اذا بدي اوسعها بحيث ان في الترو والفولس معناته هاي في عندي تو ستيتمنتس من بعد الالس، وفي عندي الالس اف كذلك، مظبوط ولا لا؟ لما بتكتر الالس اف وخصوصا مع الايكوال كيس بستخدم مين؟ بستخدم السويتش. السويتش فيها مشكله في مغياب او مع البريك. تعالي اكتب الكود هذا البسيط. لو انا جيت قلت لك في عندي انتجر اكس ده تساوي 10، وجيت هنا قلت سويتش اكس، فتحت الاقواس تبعتها قلت له كيس واحد سيستم دوت اوت دوت برنت واحد هاي بريك، كيس تو سيستم دوت اوت دوت برنت اثنين هاي كمان بريك، ديفولت هاي كولون سيستم دوت اوت دوت برنت اذر فالي. بحتاج لبريك بعد الديفولت؟ مش محتاج. طيب ضمن الكود المكتوب عندي هان ايش الاوتبوت؟ اذر. في حد بيقول غير هيك؟ لا. طيب لو انا جيت وقلت والله البريك هذه بدي اعملهم كومنتس اعلقهم، ايش الاوتبوت؟ اذر. كم واحده بتقول اذر؟ اي واحده بتقول هان اذر؟ تنتين ثلاثه اربعه، ثلاثه اربعه معاهم خمسه، خمسه بيقولوا اذر والباقي وين رايكم في الموضوع؟ ايش حيطبع؟ مين بيقول حيطبع كلهم واحد واثنين واذر؟ مستحيل. طيب هو الحيطبع حيطبع اذر. شوفي يا استاذ شوفي وانتبهي معي بس اصبر قبل ما تكلمي حيمر عليهم كلهم. الفكره وين؟ الان حياخذ قيمه اكس ويقارنها مع الكيس الاولى ترو فولس، حيروح على الكيس الثانيه مباشره ترو لا، بالتالي حيروح يطبع اذر الديفولت. الان مفتاح الاكسكيوشن للجزء اللي على اليمين هذا كلياته للترو اللي بتحققها في الكيس. تخيلي لو انا مكان الواحد انا قلت له 10 بدون البريك حيطبعهم كلهم، حيطبع واحد حيطبع اثنين وحيطبع اذر.
لو أنا هذه حطيت العشرة هان حيشطي يجي كالتالي، قارن X مع واحد false، X مع عشرة true، فدخل أن عدى الحدود الكولون هذه وحيطبع اثنين وحيطبع مين، فبتيجي البريك بتقول له بوقف عندك ما تكمليش في الاكسكيوشن، وبالتالي مفتاح التنفيذ تبعتنا الايكوال اللي بتتحقق مع الكيس اللي عندنا. واضحة؟ نجربها عملي ولا ما فيش داعي؟ كم واحدة مصدقاني؟ ماشي الحال. طيب الفور والوايل والدو وايل، فور لازم يتحقق كونديشن، وغالبا انا هم بتكلم على اتيريتور، مزبوط ولا لا؟ طيب لو انا سألتك فور وعملته بالشكل هذا، مش هاي الاستراكشر تبعتها وما حطتش ولا اشي، ايش بصير؟ ايرور، لانه المفروض الفور بتحتاج الى فاريبل كاونتر، بتحتاج الى كاونتر وبتحتاج الى كونديشن على الاقل، كونديشن على الاقل، وبالتالي الانكريمنت ممكن اعملها في داخل البلوك. تمام؟ طيب الان الوايل هتفحص الشرط. طب كيف الاكسكيوشن تبعت الفور حيكون؟ لو انا جيت قلت له انتجر اي ايكوال واحد، اي اقل من عشرة، اي بلس بلس، وهي في عندي بلوك كان، كيف حيشتغل؟ حيجي فعند اول مرة يعمل assignment creation للكاونتر ويدي assignment بواحد، حيروح يفحص الكونديشن ترو، حيروح ينفذ هان، بعد ما يصل لنهاية البلوك حيروح على الانكريمنت، بعد الانكريمنت حيرجع على الكونديشن مرة تانية، وتستمر العملية هان، يعني من الكونديشن هان هيك بيروح على الاكسكيوشن، وبالتالي هاي الدورة تبعت الفور. الواي بفحص الكونديشن، اذا ترو بنفذ البلوك، اذروايز بيعمل له سكيب ومنتقل للي بعده. الدو وايل بيبدا ينفذ لحد ما يصل الوايل، والواي مفهومها هل ارجع انفذ البلوك اللي منه فوق ولا لا، مزبوط ولا لا؟ لو كانت ترو بيرجع لحد من عند الدو وبيعمل اكسكيوشن، اذروايز بكمل، وهيك بصير على الاقل البلوك المرتبط بالوايل تنفذ لمرة واحدة. إنم الإنم لما أنا بحتاج أعرف كونستانت، لما أحتاج أعرف كونستانت، طبعا لما أنا بتكلم الإنم هو عبارة عن سبيشال داتا تايب، سبيشال داتا تايب أو سبيشال كلاسز إن شئتي، بس خلينا احنا نسميها سبيشال داتا تايب عشان اعرف في داخله مجموعه من الكونستانت بري ديفاين كونستانت. بالمثال بابليك انم دايركشنز بارنثيسز نورث ساوث ايست اند الويست. انتبهي معايا هان انه التكست اللي انا كتبته مش تكست، مش سترينج، لانه لو سترينج كان استخدمت مع ايش؟ دبل كوتيشنز، وفي نفس الوقت ما كتبتش ارقام، كتبت على نص بالشكل هذا. الان في داخل برنامجي، داخل البرنامج بقدر اخذ داتا او باخذ اعرف اوبجكت من الانم اللي انا عرفته، يعني صرت بتعامل مش هي عباره عن سبيشال داتا تايب، فهيني بستخدم واخذت منها فاريبل، الفاليوز المتاحه فيها ايش هي؟ واحده من العناصر الاربعه اللي موجوده عندي هان في الانم اللي انا عرفتها، بدي اعرف خمسة، بدي اعرف خمسين، انت حرة حسب حاجتك. تعالي نشوف المثال التالي افضل من المثال الاول في التعريف واوسع واشمل. الان لما بتكلم على الموظفين في عنا شغلة بنسميها الدرجة، درجة الموظف، الدرجة بتحدد البيزك سالري، هيك بيجي بقول لك الموظف على الدرجة الاولى او درجة الثانية او كذا راتبه كذا، الدرجة اكس راتبها كذا، الدرجة واي راتبها كذا. فانا بدي اوسع تعريف الانم تبعي بحيث انه انا اقدر استفيد من الدرجة واستفيد من الاسوشيتد سالري او الفاليو تبعتها. شوية حيفترق التعريف معايا، بداية الانم بنفس الكيفية، السترينج تبعي كابيتال لاتر زي ما انت شايفاه،
وعملت له association ربطته بانتجر او ريال نمبر من خلال الارقام اللي موجوده عندي هان. بس ما حد لحتى الان ما انتهاش التعريف. لازم اكمل واقول له ايش القيمه اللي انا بدي اياها، ايش نوعها؟ انتجر. هذه دلاله على انه ال500 وال1000 والعناصر هذه هي عباره عن نوعها انتجر، وانا سميتها هان فاليو. كونستراكتور تبع الانم طبعا الان قول يا استاذ، طب احنا لسه في البيزك، دخلت على الاوبجكت اورينتد مش قضيه كثير. الان الجريد انتجر، وقلت له عشان اعمل اساينمنت او انيشاليزيشن للفاليو اللي موجوده عندي هان، ولما انا بدي ارجع بالسالري بالقيمه عرفت ميثود اسمها سالري، تعمل ريتيرن بالفاليو اللي موجوده عندي هان. وبهيك صار في عندي انا في الانم تبعي في عندي شغلتين، في عندي الجريد وفي عندي الاسوشيتد فاليو تبعتها. في داخل البرنامج تبعي كيف ممكن استفيد منها؟ بعرف جريد زي ما في المثال السابق دايركشن جريد بتساوي جريد دوت ايه، هاي الدرجه. اذا انا محتاج للسالري اللي هي نوعها انتجر، سالري لجريد دوت ايه دوت السالري، وبالتالي انا برجع بالقيمه اللي موجوده عندها. هذا الكلام مهم جدا عشان يكون برنامج جينيريك، يكون برنامج بشكل عام، وما بديش حدا يبدا ايش يشتغل بالقيم اللي موجوده عندنا. اخر شغله في محاضرتنا اليوم شغله بسيطه لها علاقه بالربر كلاسز. الان ايش الربر كلاس؟ هي عباره عن اوبجكت او اوبجكت او كلاس من البريمتيف داتا. وين برزت الحاجه الها؟ تعال نشوف. لو قلت لك انا في عندي فورم او في عندي صفحه HTML وفيها تكست فيلد، والتكست فيلد هذا انا رحت كتبت في داخله 1 2 3 وانا بدي اياهم as number، لكن بما انه هذا عباره عن تكست بوكس مربع نص، فاللي انكتب في داخله عباره عن ايش؟ عباره عن string، عباره عن string. طبعا انا كيف بدي اتعامل مع السترينج هذا؟ انا بعرف انه هذا انتج 1 2 3 هذول الديجيت بتمثل رقم 123 مظبوط؟ فكيف ممكن انا ارجعه لاصله؟ في برزت في حاجه عندي انه يكون في عندي مجموعه من الميثودز اقدر استفيد منها. فبروح انا بقول له انتجر اكس بدها تساوي انتجر دوت بارس انت، وبدي له التكست فيلد هذا على فرض اسمه تي دوت فاليو، التي اسمه تي، فبروح اقول له تي دوت فاليو القيمه اللي موجوده في التي هان، فبرجع لي بال 123 از انتجر از انتجر. فلما انا قاعد بتكلم على الربر كلاس، هي عباره عن طريقه واليه لتحويل البريمتيف داتا لاوبجكت، والعكس صحيح، والاوبجكت منها للبريمتيف داتا. وطبعا لما بتكلم على عمليه تحويل هنا بنتكلم على عمليتين مهمات جدا، اوتو بوكسينج واوتو انبوكسينج. اوتو انبوكسينج شو يعني؟ الان لو انا جيت عرفت قلت انا في عندي انتجر اكس ايكوال 7 وفي عندي انتجر واي ايكوال 10، هذه بريمتيف داتا، بريمتيف داتا تايب فاريبل بشير لبريمتيف داتا، وخزنت في داخله بريمتيف. الواي هي عباره عن اوبجكت من الكلاس انتجر، وخزنت في داخله بريمتيف داتا. فعملية إضافة البريمتيف داتا في داخل الكلاس المناظر إلها اللي هو الربر كلاس تبعتها بنسميها أوتو بوكسينج، يعني أنا أخذت القيمة البريمتيف وحطيتها في الأوبجكت. العملية هذه بتصير بشكل تلقائي. في المقابل لو أنا أجيت قلت له انه الاكس بدها تساوي واي بعيدا عن
الرابر كلاس هذا الكلام مستحيل يصير. بعيدا عن الرابر كلاس هذا الكلام مستحيل يصير. اخذ اوبجكت او احطه او اسويه او اخصص قيمته في بريماتيف داتا. بينما مع الرابر كلاس هذا الكلام ايش؟ صحيح. وهذه العمليه بنسميها اوتو انبوكسينج، يعني فعليا بيقدر بياخذ القيمه وبصدرها لمين؟ للبريماتيف داتا اللي موجوده عندها. اذكر في مقابله من المقابلات كان في اسئله مكتوبه او كانوا بيتكلموا شو الفرق او شو تعريفك للاوتو بوكسينج. اوتو بوكسينج كلمه بالك في المقابلات احيانا بتكون الاسئله في كلمات زي هاي عشان يقول والله ليش اقول عشان يفرقوا ما بينهم قدر ما انهم بدهم يحاولوا يصلوا مين بينتبه لكل شغله في الكود. والمثال اللي جربناه قبل شويه مع السويتش كيس مش كل الناس بتعرفه. خلاص احنا بنعرف اذا ما فيش بريك بنفذ كل حاجه. لا مش صحيح، بنفذ كل حاجه بعد ما بيعمل ماتش، بعد ما بيعمل ماتش. طبعا لو انا بدي اطلع في البريماتيف داتا اللي عندي البريماتيف تايب والرابر كلاس اللي لها بوليان، بوليان كاركتر او كار كاركتر بايت بايت، لاحظي التسميات تقريبا هي نفسها لكنها بدات بكابيتال لتر عشان تحقق المبدا اللي موجود عندها. هيك تقريبا خلصنا برمجه واحد، ولا ايش رايكم؟ يا ريت الدنيا ماشيه بالسهوله هاي. طيب في اي سؤال يا بنات؟ المحاضره الجايه ان شاء الله حنركز على مراجعه الاوبجكت اورينتد عشان فعليا زي ما قلنا نبدا يوم السبت باول لقاء لنا باذن الله تبارك وتعالى. نعم هان. طيب خليكي معايا. الان احنا اتفقنا انه انا في عندي كلاس اسمه انتجر، مظبوط؟ هذا الكلاس ايش بخزن في داخله؟ بخزن انتجر فاليوز سميناه رابر كلاس. يعني هيك لما انا بتكلم على اوبجكت في عندي داتا زائد في عندي مجموعه من الميثود ولا لا؟ تمام. وفي عندي بريماتيف، بريماتيف داتا انتجر. الان العلاقه بينهم انه لو انا اخذت بريماتيف داتا وحطيتها في داخل الاوبجكت من الرابر كلاس بشكل تلقائي، انت عشان نمشي خطوه لقدام، لما درست اوبجكت اورينتد في البرايفت فاليوز ما لازم تتعاملي معاها من خلال السيت والجيت ميثود، مظبوط ولا لا؟ او بدك تعامل فيه بابليك وتقولي له الكلاس دوت الاوبجكت او الدوت الفاريبل هذا ايكوال كذا، صح ولا لا؟ هذا الكلام مش موجود هان. فانا جيت عرفت لك هنا اكس او واي، عفوا واي از اوبجكت، وجيت خزنت في داخلها مباشره قيمه العشرة. هذه سميناها ايش؟ اوتو بوكسينج. يعني انا ما كنتش بحاجه لاي وسيط، لا لميثود ولا لاي سيكونس اوف ليست او من العناصر هذه عشان اقدر اخصص القيمه. والعكس صحيح، لما انا باجي بقول له اكس بتساوي واي، الان في قانون الاوبجكت اورينتد مستحيل هذا الكلام يصير. بريماتيف داتا بده يساوي اوبجكت، لانه الاوبجكت احنا بنعرف موضوع الانكابسوليشن جمع الداتا وجمع الميثودز مع بعضهم. طب انا كيف بدي اخذ الداتا لحالها؟ لازم يكون في طريقه كانت من خلال الجيت ميثودز. بينما مع الرابر كلاس هذا الكلام مش موجود، بمجرد اقول له اكس از بريماتيف داتا ايكوال واي از اوبجكت، كان مباشره بياخذ الفاليو اللي في الواي وبخصصها لمين؟ لموضوع لا الاكس. وهذه احنا بنسميها اوتو انبوكسينج. وضحت ان شاء الله؟ في اي سؤال ثاني يا بنات؟ تفضلي. كيف يعني نوعها غير؟ اها زميلتكم بتقول كاركتر اكس بدها تساوي واي، هذه مثلا بدها تساوي واي، هل الكلام هذا صحيح؟ هل الواي هذه از انتجر مناظره للكاركتر؟ اكيد. في اي سؤال ثاني يا بنات؟ الله يعطيكم العافيه. وكمان مره بذكر لقائنا المره الجايه حيكون خمس باستمرار هان، يعني حنبدا المحاضره 9:05 ان شاء الله وبننتهي في الوقت.